يقع هذا المنتجع على مساحة 9 الهكتارات، كيتكون من 128 غرفة وجناح، إضافة إلى 22 فيلا وقصر. اليوم كما كتشوفوا عرضنا على وكالة الأصفار للإشهار بالمنتجع ديالنا اللي كيتواجد بطريق وريكا كيلومتر 10، وكيمتاز كما كتشوفوا بمسبح أولمبي كبير خارجي وكذلك مسبح داخلي، إضافة إلى سال دو كونفيرونس وسال سبور اسبا، وما نسيناش الكيدز كلوب لعب الاطفال. بالنسبه للمطاعم كيحتوي منتجع الاوليفار على عده مطاعم، بينها مطعم مغربي سميناه الباهيه، مطعم غاسترو انترناسيونال سميناه الجزيره، مطعم وهناك مطعم داخلي سميناه الاوليفار، وهذا الشيء كله في جو متناسق كما كتشوفوا.